مشاهدينا الاعزاء مجددا اذهب الى زميلي موفد اكسترا نيوز حسام حداد الى فرنسا ليطلعنا على اخر الاجراءات واخر الاستعدادات التي ربما تنفذها فرنسا لاستقبال هذه القمه يوم غد. اليك حسام. اهلا بك مجددا همام، واهلا بحضرات الساده المشاهدين. كما تابعنا في خلال التغطيات والرسائل السابقه، فالوضع اصبح في هذه المدينه هادئا تماما. ليس هناك أي من السياح موجودين الآن، وكأنهم هجروا هذه المدينة كما ذكرنا منذ أن بدأت هذه الفعاليات الأمنية في نصب هذه المتاريس، حتى أن المنطقة المقابلة، تلك المنطقة المقابلة للكازينو التي سيعقد فيه الجولات الثنائية واللقاءات الثنائية، مغطى بمتاريس حديدية مغطى ب بعض الأقمشة حتى لا يستطيع أحد للنظر إلى ما يحدث في الداخل. همام، أود أن أبدأ من حيث انتهيت أنت، وأهم ما تعرضه هذه القمة والذي أعلن بالفعل على الصحفيين اليوم بأن جدول الأعمال من المقرر أن يبدأ في 7 مساء غدا باستقبال الرئيس الفرنسي للقادة المشاركين في القمة، ويعقب الاستقبال مأدبة عشاء غير رسمية. إذن فالفعاليات الأساسية للقمة لن تبدأ غدا، غدا هو مجرد استقبال للوفود ورؤساء وقادة الدول المشاركين ورؤوس المنظمات الدولية، ولكن جدول الأعمال سيبدأ من بعد الغد يوم الأحد. تنطلق الثاني أيام بجلسة عمل تحت عنوان الاقتصاد العالمي، التجارة، ومتابعة النقاش حول أجندة الأمن الدولي. كما تعقد جلسة أخرى على مأدبة الغداء، عمل حول محاربة انعدام المساواة كما ذكرت في تقريرك السابق، بمشاركة ممثلي 6 منظمات دولية هي الأمم المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منظمة التجارة، ومنظمة العمل الدولي. ثم تعرض مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقرير المجلس الاستشاري حول المساواة ما بين المرأة والرجل. يعقب ذلك استقبال رؤساء الدول الأفريقية المدعوين للقمة، وعلى رأسهم بكل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته الرئيس المصري ورئيس الاتحاد الأفريقي في هذه الدورة، وهي الجلسة التي سيشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويعقب ذلك جلسة أخرى حول الشراكة بين مجموعة 7 وأفريقيا في ظل ما يشهده العالم من تخبط اقتصادي وعراك اقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من جهة وروسيا أيضا، والاختلافات في الرؤى التي وضعت ما بين ترامب والاتحاد الأوروبي وأيضا حلف الناتو. فأفريقيا هي دولة، يعني قارة عفوا، ناشئة تستطيع أن تجذب كل رؤوس الأموال إليها، وهذا ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي في كثير من اللقاءات في دعوته للدول الأوروبية للاستثمار، وبالطبع الولايات المتحدة للاستثمار داخل دولة أفريقيا التي تعتبر دولة شابة، ف 60% من الشباب الأفريقي أو من سكان أفريقيا هم شباب. بعد هذه الجلسة تختتم القمة أعمالها يوم الاثنين بجلسة عمل حول المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات، يعقبها غداء عمل حول التحول الرقمي، ثم الجلسة الختامية للقمة والمؤتمر الصحفي الختامي. وكما ذكرت لك مسبقا لن يكون هناك بيان حتى الآن، من الممكن أن يتوافق الرؤساء والقادة حول بيان ختامي، لكن حتى الآن المعلومات المتوفرة لدينا من قبل السلطات الفرنسية والقائمين على تنظيم هذا المؤتمر أنه لن يكون هناك أي بيان ختامي، نظرا لما حدث في القمة السابقة من دونالد ترامب في كندا ومحاولة أنجلا ميركل وتريزا ماي في ذاك الوقت رئيسة الوزراء البريطانية الوصول إلى صيغة تفاهمية. كملفين أساسيين هما التحول الرقمي ومجابهة السايبر أتاكس أو الهجمات الإلكترونية، خصوصا في ظل ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي والهجمات المتعددة على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في تسهيل عمل الإرهابيين. وهذا ملف بالطبع يهم مصر، وسيكون للرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من التعليقات بكل تأكيد في هذا الشأن. أيضا الملف الآخر هو ملف التغير المناخي، وعلى رأسه ما يحدث الآن في غابات الأمازون في البرازيل وبعض الدول المجاورة لها من حرائق متعددة نظرا لظاهرة الاحتباس الحراري، وهي من الملف الأكيد أن ستكون الدول ستهاجم فيه ترامب بكل قوة نظرا لانسحاب الولايات المتحدة على يد ترامب من اتفاقية المناخ، اتفاقية باريس. هناك بالتأكيد ضغط دولي قوي، الصحافة الفرنسية مهتمة بالشدة بهذا الملف نظرا لما تشهده الكرة الأرضية أو الكوكب من ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع لدرجات الحرارة، ذوبان الجليد، كل هذه المسائل سيتم طرحها بكل تأكيد على دونالد ترامب الذي أصبح في هذه الفترة في موقف
لا يحصد عليه، لكنه يتعامل مع الأمر وكما قال أنه هو المختار ويفعل ما لم يفعله الرؤساء السابقين. ستكون هناك أوراق ضغط كبيرة على الولايات المتحدة نظرا للاختلاف في الرؤى مع روسيا من جهة ومع الصين من جهة أخرى. إذن ليس هناك مناص من وصول إلى حل توافقي في الرؤى الاقتصادية والرؤى العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، لأنها أصبحت الحليف الوحيد. هناك تراجع بعض الشيء من ترامب في خططه مع الاتحاد الأوروبي، شاهدناه في هذا اللقاء في الذكرى الخاصة بنورماندي ووصوله إلى نورماندي وحضوره الاحتفال بمرور هذه الأعوام على معركة نورماندي في الحرب العالمية الثانية وجلوسه بجوار تريزا ماي في هذا الوقت وأنجلا ميركل. لكن هذه القمة ستشهد العديد من التغيرات في رأي الكثير من المتابعين بشأن خطط ترامب. سنتابع على أي حال كيف سيتعامل ترامب، كيف سيتعامل إيمانويل ماكرون بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها قبيل هذه القمة. قابل في فرنسا ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، قابل رئيس الوزراء اليوناني، أيضا التقى ببوريس جونسون قبيل هذه القمة وإن كان سيلتقي به مجددا في هذه القمة، لكنه حرص أو بوريس جونسون بالأحرى حرص على لقاء إيمانويل ماكرون في هذه أو في هذا الوقت تحديدا قبل القمة، وكأنهم يتفقون على أجندة موحدة في هذه القمة. لقاءات عديدة حدثت في خلال الأيام الماضية قبيل القمة، ويبدو أن الاتفاقات قد حدثت بالفعل خلف الستار، وهذه القمة ستكون لإعلان ما تم الاتفاق عليه قبلها. هذا ما سنشهده وسنتابعه في خلال الأيام الماضية أو الأيام القادمة بالأحرى، معك ومع زملائي في الاستوديو ومع حضرات السادة المشاهدين. هم من هنا من بياريتس، مقر عقد القمة، قمة الدول الصناعية السبعة. عودة لك مرة أخرى همام. ودائما ما تكون هكذا هي القمم، أن يتم الاتفاق قبل الموعد الرسمي لانطلاق هذه القمم. على كل أحوال زميلي حسام حداد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، حدثتنا من فرنسا، شكرا جزيلا لك.